يستمر معبر رفح في استقبال الشاحنات الإغاثية للأشقاء في فلسطين، حيث يستقبل المعبر يوميا ما يقرب من 180 شاحنة، فضلا عن شاحنات الوقود من السولار والغاز. بالإضافة لذلك يستمر استقبال المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. وللمزيد من المتابعة مع مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني ما زلنا نتابع ما يحدث من أمام بوابة معبر رفح المصرية ودخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن دخول عدد كبير يوميا من الشاحنات، يصل من 150 إلى 200 شاحنة يوميا يتم تفتيشهم بالفعل في معبر العوجة ومعبر كرم أبو سالم، ثم يدخلون إلى الأشقاء في فلسطين. إذا تحدثنا اليوم عن عدد الشاحنات، فدخل منذ صباح اليوم ما يقرب من 120 شاحنة مقسمين على ثلاث مرات. دخلوا هذه الشاحنات 100 إلى معبر العوجة و20 إلى معبر كرم أبو سالم، وما زالت بالطبع هذه الشاحنات في الازدياد. بينما نحن نتحدث على مدار اليوم، هذه الشاحنات الإغاثية محملة بمستلزمات طبية ومواد إغاثية، وأيضا من الأهم هذه الأيام هو دخول الخيام وأيضا المتاع المختلف الذي يساعد على مجابهة فصل الشتاء. يعني إذا تحدثت الآن عن هذه الشاحنات تحديدا التي تدخل بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية، نتحدث عن يعني هذه الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وأيضا جزء من الأغطية والبطاطين التي تدخل بالفعل إلى الأشقاء في فلسطين. الهلال الأحمر المصري هو المسؤول عن دخول هذه الشاحنات، بالإضافة إلى بينما نحن نتحدث الآن جاري تجهيز عدد أيضا من شاحنات الوقود وشاحنات الغاز. بمعدل تقريبا خلال الأيام السابقة دخل إلى معبر رفح المصري وإلى الأراضي الفلسطينية بمعدل من 5 إلى 6 شاحنات وقود يوميا، منهم السولار ومنهم الغاز الطبيعي. كل شاحنة تقريبا يعني تصل حمولتها من 20,000 إلى 30,000 لتر من السولار وأيضا شاحنات الغاز. هذه ربما يعني ضمن المجهودات المختلفة، ومنها أيضا خروج المصابين، فسيارات الإسعاف دائما متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري وفي المنطقة الفاصلة بين معبر رفح المصري والفلسطيني. وخرج بالفعل حتى الأمس ما يقرب من 800 مصاب من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج بالفعل في الأراضي المصرية والمستشفيات المصرية. نتحدث عن خروج بالأمس فقط ما يقرب من 17 مصابا دخلوا بالفعل المستشفيات المصرية، واليوم أيضا سيارات الإسعاف في انتظار خروج عدد أكبر من المصابين، بالإضافة أيضا لخروج عدد من مزدوجي الجنسية وأيضا منهم من حاملين التأشيرات المختلفة، وأيضا خروج بعض المصريين الذين كانوا متواجدين بالفعل داخل قطاع غزة وعادوا إلى الأراضي المصرية. Yeah.